السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الجلسة سنريكم التقويم السريع والمريح بعد برمجة الدماغ وإعطاء كلمات ومعلومات إيجابية للمراجع. استطعنا أن نعمل تنظيف الأسنان ونأخذ صور وكذلك نصب جميع الحلقات في الفك العلوي والفك السفلي بطريقة مريحة جدا، وذلك بمتابعة المراجع أثناء مشاهدته بالمرآة. والآن الخطوة التالية هو وضع سلك مرن جدا، وهو هذا السلك المبروم، وخصوصيته أنه مرن جدا بحيث يسلط ضغط خفيف جدا على الأسنان، ولذلك المراجع يكون مرتاح. ومن الجلسة الأولى قررنا أن نضع ساحبات للأسنان، وهي الساحبات المطاطية، حيث تكون سهلة ونظيفة ومريحة جدا، لأن الضغط خفيف جدا بهذه المطاطات. للعلم هناك 15 إلى 20 نوع من الحجم واللون لهذه المطاطات، إذن تكون بطريقة ممتعة للطرف الثاني للمراجع وخاصة للبنات. فإذن نرى كيف الجهاز الكامل علوي وسفلي ووضع السلك في الفك الأعلى. الآن نستطيع أن نربط الأسنان. افتحي بهذه الطريقة لتحريك الأسنان بشكل بسيط جدا، والتمرين على حركة الأسنان بدون ألم. شوي هذا الضغط البسيط سيحرك الأسنان بشكل بسيط جدا وبدون ألم. شكرا. وهكذا ننتقل للفك الأسفل بنفس الطريقة وبدون ألم. السلام عليكم، هل أنت مرتاحة؟ استمتعت بنصب الأجهزة والخطوات التالية؟ راقبتني بالمراية جميع الخطوات فيها بيدي. الآن تم الجهاز، وأعطيك معلومات للنظافة وصيانة الأسنان. شكرا للمتابعة، مع تحيات البروفيسور الدكتور بشير كنعان والعلاج الممتع والسريع. شكرا لكم.